الآن الكلمة لدولة رئيس وزراء أوزبكستان عبد الله عريوف، فليتفضل. حرمات لي سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية. حضور الكرام، أصدقائي الأعزاء، إن الوضع العسكري السياسي الشديد، التوتر والحالة الإنسانية الصعبة التي نشأت في قطاع غزة تجعل قمتنا الطارئة مهمة، ولهذا فإننا نعرب عن امتناننا لخادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على طرح المبادرة في إقامة هذه الفعالية اليوم وتنظيمها. على الرغم من الظروف الدولية الصعبة، إن قمة منظمتنا اليوم التي تضم 57 دولة وحوالي 1.5 مليار نسمة لها أهمية ورمزية خاصة. إنها تأكيد واضح لمدى قوة القيم المقدسة التي تربطنا، وأنه يمكننا أن نقف دعما لبعضنا البعض بشكل قوي في الأوقات العصيبة. رؤساء الوفود المحترمين، إن الحالة الكارثية غير المسبوقة في قطاع غزة تترك فينا حزنا وكربا لا نهاية لهما في قلوبنا جميعا. بسبب هذه الأوضاع يلقى الكثير من الأبرياء والأمهات العاجزات والأطفال وحتى الرضع مصرعهم ويتضررون. والنزاع الذي نشهده اليوم هو نزاع غير مسبوق من حيث حجم الدمار والضحايا، ولأول مرة في السنوات الخمسين الأخيرة من الصراع في الشرق الأوسط. والشيء المؤسف أننا لا نرى نهاية لهذه الأزمة، لا نستطيع أن ننظر صامتين إلى ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وتتخذ أوزبكستان التدابير الدبلوماسية المناسبة في هذا الصدد، خاصة ووفقا لتوجيهات رئيس جمهورية أوزبكستان. تم تقديم الدعم المالي لسكان قطاع غزة من خلال وكالة الأمم المتحدة للشرق الأوسط بحجم 1.5 مليون دولار، ونؤيد جميع الجهود المبذولة لإنهاء هذه المأساة عبر الأمم المتحدة وغيرها من المنصات الدولية المرموقة. في 27 أكتوبر هذا العام صوتنا مع 120 دولة لصالح قرار خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. كما ناقشنا هذه المسألة أمس في قمة منظمة التعاون الاقتصادي في طشقند، وفي وقت سابق في اجتماع لمنظمة الدول التركية على أعلى المستويات. لا شيء يمكن أن يعوض الخسائر البشرية الناجمة عن الاشتباكات الدموية العنيفة في قطاع غزة. نحن نعتبر قتل الأطفال ظلما لا يقبل، ونعرب عن خالص تعازينا لأسر وأحباء الذين قتلوا إثر الصراع المسلح. سيدي الرئيس، نؤكد مجددا تضامننا مع الشعب الفلسطيني، وتؤيد أوزبكستان حق فلسطين في إقامة دولتها المستقلة وفقا للقرارات التي سبق أن اتخذتها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. الحياة نفسها تثبت أنه لا يمكن حل النزاع إلا على مبدأ دولتين، كما ندعو ونحث جميع الدول الأعضاء إلى تعبئة قدراتها لضمان حرمة المسجد الأقصى وغيره من الأماكن المقدسة في القدس الشريف. إن استمرار العنف من شأنه حتما أن يؤدي إلى إرباك للحالة الدولية على نطاق واسع وإشراك قوات جديدة في نزاعات مسلحة. علاوة على ذلك، يمكن لكل هذا أن يؤدي إلى مآس لا تقتصر عواقبها على منطقة الشرق الأوسط، بل تمتد أيضا إلى البلدان البعيدة
ولا يمكن التنبؤ بعواقبها. والأخطر والأسوأ من ذلك هو أن هذا الصراع قد يتبعه صراعات غير مقبولة بين الأديان والحضارات والثقافات، وهو ما لا يجب أن نسمح به. ولهذا السبب تحديدا ندعو الأطراف فورا إلى التوصل إلى حل وسط لأغراض إنسانية ووقف الأعمال العدائية وحل النزاع بالوسائل الدبلوماسية. إن إيجاد حلول لهذه القضايا على أساس التضامن والتنسيق شرط لا غنى عنه وضروري لحرية الضمير والاطمئنان النفسي لكل منا، علاوة على التنمية المستدامة لبلداننا. وبدورنا نحن في أوزبكستان نعرب عن استعدادنا لدعم المبادرات البناءة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل هذه المشكلة في إطار منظمة التعاون الإسلامي وأعضائها، وليوفقنا الله جميعا في جهودنا لتحقيق السلام والازدهار للأمة الإسلامية. شكرا جزيلا على استماعكم.